أهلاً وسهلاً، أتمنى تكونوا بصحة وعافية. فيديو اليوم بستعرض لكم خطوات عمل أنيميتد جيف أو جيف، وكيف نضيف لها أوديو أو ساوند إفكت باستخدام برنامج الأدوبي فوتوشوب. لها استخدامات متعددة وشكلها كرياتيف وبروفيشنال في البرزنتيشن، خصوصاً أغلب التسليمات والعروض أونلاين بسبب الأزمة حالياً. نفس فما شفتوا في المقدمة، ممكن تستخدم في construction process, zoning, 3D section, building layers, materials, circulation, design process, design development, concept generation, furniture layout and much more. أنا في هذا الشرح استخدمت diagram من مبنى اسمه The Heights Building من موقع Arc Daily. بس لو سويت الدايجرامز بنفسك من الأفضل أنك تسوي دوبليكيت للجروب علشان ما تخسر تفاصيل الدايجرام. لو كان في مثلا تفاصيل زي شجر، كتابات، أسهم، أشخاص وغيرها، نسوي دوبليكيت للجروب في طريقتين، أما من الكيبورد كنترول جي أو من نفس اللي نحدد على الجروب من الماوس لفت كليك ودوبليكيت جروب. أوكي، بعدها نسوي ميرج للجروب، نضغط عليه ونسوي ميرج. نبدأ الشغل بأننا نشتغل على فايل جديد. نروح من فايل نيو، بختار مقاس الـ A5، بس لو تبي تحطها على ويب سايت ممكن تحتاج مقاس أصغر من كذا. كرييت، نرجع للفايل الأصلي، نختار كل اللايرز اللي نبغاها باستخدام الشيفت، نحدد على كل اللايرز، ننقلها للفايل الجديد، نشغلها. نحتاج نسوي كروب، نصغر الملف شوي. نضغط على الكيبورد حرف السي باستخدام الالت. لما نصغر من الكورنر بيصغر من كل الاتجاهات ايكولي، لكن لو نبغى نصغر مثلا بس من فوق ومن تحت، لو صغرنا من تحت بيصغر من فوق ومن تحت، لو من اليسار بيصغر من يسار ويمين. أعتقد كذا كفاية. أوكي، المفروض كل اللايرز اللي نبغى نسوي لها أنيميشن المفروض تكون مرتبة وراء بعض. بعد كذا نروح من قائمة ويندوز، نسكر اللايرز. أوكي، بعدها من قائمة ويندوز نفعل التايم لاين. في تو اوبشن، كرييت فيديو تايم لاين وكرييت فريم انيميشن. احنا نحتاج كرييت فريم انيميشن، نضغط عليه، نحدد على هذا الايكون، وبعدين من هنا نروح الميك فريمز فروم لايرز. فهو كذا من كل لاير سوى لنا فريم، بس عكسها، فبس نرتبها بالدراج بحيث انه اول لاير تكون هي الاولى. هذه الأخيرة، قبل الأخيرة. خلاص، وكذا يكون رتبناهم. بعد كذا نحذف اللاير الأولى اللي هي بتكون بيضاء، أخذها من الباك جراوند ما نحتاجها، فنضغط عليها أو نسحبها للديليت. وكمان من هنا من الدروب داون نختار الوقت اللي تنعرض فيه، فيها اختيارات متعددة وتقدر تحط other وتحط الوقت اللي تحتاجه. كان اختار 1 second. ومن هنا من عند forever نختار كم مرة نبغى الجف تنعاد. لو نبغاها تتشغل 3 مرات، يعني لو شغلناها بتنعاد 3 مرات وتوقف. في اختيار forever، في مرة واحدة فقط، وفي من other تحط العدد المرات 20 30، الوقت اللي تحتاجها تنعاد فيه. نقدر نخليها transparent ونقدر نضيف عليها background. لو نبغى background نحدد على كل frame ونشغل background معه، بحيث انه التو لايرز تشتغل مع بعض. نعيدها لكل لكل الفريمز.
اوكي كذا لو شغلناها. وراح تنعاد 3 مرات وتوقف لأنه اخترنا 3 مرات. وكذا نكون خلصنا. لو نبغى نسوي لها export من برنامج الفوتوشوب من file export save for web legacy نسميها ونختار المكان اللي نبغى نحفظها فيه save. وكذا نكون خلصنا البارت الأول. لو نبغى نضيف أوديو أو ساوند أفكت سهل جدا، بس من الأفضل أن نسوي للفايل سيف أز قبل نبدأ. الآن نحتاج نسوي كونفرت للفايل في طريقتين، إما من هنا convert to video timeline أو من الـ3 خطوط اللي هنا على اليسار. نرفع من هنا عشان بس نشوف. نقدر نسوي زوم ان وزوم اوت من هنا عشان نقدر نشتغل عليه. بيكون في 1 اوديو تراك اوريدي في الفايل. لو نحتاج ناخذ واحد ثاني نقدر من السهم نضيف اوديو تراكس قد ما نحتاج. نقدر نضيف الاوديو من هنا من اما من هنا اد اوديو او من البلس ساين من هنا. اخترت موس كليك ساوند افكت من هذا الويب سايت مجانا من الانترنت. بحط لكم رابط التحميل تحت الفيديو في الديسكريبشن بوكس. نسمع. نحتاج نكرر ساوند افكت مع كل مره يتغير فيها الصوره، فمن هنا نحتاج نسوي له دوبليكيت فنختاره دوبليكيت ونسحبها دراج علشان يكون الصوت متوافق مع الصورة. فعندنا 8 صور نحتاج 8 مرات نسوي له دوبليكيت 8 مرات. اعتقد انف. طيب نشغل عشان نسمع. اوكي طب لو نبغى نضيف اوديو على طول الانيميشن من هنا اد اوديو بيكون اطول من الانيميشن. نغير طوله نسوي زوم ان بس نضغط من هنا على نهايته نسوي له دراج عشان ينتهي معه. بعدها لان الاوديو طويل بيكون ينتهي هنا فجأة، بس قبلها علشان نسمع صوت واحد من الاوديو نقدر نكتم اي صوت اي اوديو تراك بان نضغط على هذا الايكون. كذا كتمنا الاول كامل فنسمع الثاني. فعشان ما ينتهي معانا كذا فجأة نضغط على الماوس بنهايته وفي هنا فيد اوت ونختار مثلا 1 سكند. في فيد ان فيد اوت نقدر نقصر الفوليوم عشان ينتهي معانا الصوت بطريقة سموث وما يكون فجأة قطع علينا الصوت. تبغى تسوي له اكسبورت نفس الطريقة السابقة بالضبط من فايل اكسبورت وسيف فور ويب ليجاسي وتختار المكان والاسم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم شاركوه مع اصحابكم عشان تعم الفايدة. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب. اتمنى لكم يوم جميل. في امان الله.